المبادرة المرة دي نعتبرها جزء من أجزاء التنمية الرياضية اللي هي شق كبير جدا من استراتيجية الرياضة في وزارة الشباب والرياضة. الثلاثين يوم تحدي فكرة كبيرة. بشكر تشريف اليوم أستاذ صالح الخولي رئيس مجلس إدارة بنك سيد مصر. المبادرة الرياضية دي اللي هي غير مسبوقة وزارة الشباب والرياضة بتنافس البنوك في الخدمات الرياضية الرقمية زي ما البنوك بتقدم خدمات رقمية وزارة الرياضة بتقدم خدمات رقمية رياضية.